محاولة من جديد، الانطلاقة موجودة هنا، أدريون هنا، محاولة المرور، صد الله الله، الكوري القادم الجديد يوقع على أول الأهداف في اللقاء، الكوري يفتتح مشواره مع الشارقة بعد خمس دقائق فقط، بعد خمس دقائق فقط يتمكن من التسجيل ويتمكن من وضع الملك في صدارة المباراة. هذا سون من اللحظات الأولى، خمس دقائق فقط يحتاج إليها الكوري من أجل أن يوقع على أولى بصماته مع الملك، هدف أول في المباراة، هدف أول وانطلاقة أولى كانت من أدريان، حولها ولعبها إلى الكوري مباشرة. شايف الكرات الكثيرة المقطوعة الآن، جعل الشارع على اتجاه المرمى، جمال المشترك، جمال إبراهيم يسجل الثاني لنادي الشارجة بثاني أهداف بعد أن سجل في مرمى الشباب. يأتي الشارجة اليوم ويعني يظهر قدرات الهجومية في هذا اللقاء ويضيف الهدف الثاني بعد أخطاء كبيرة جدا في وسط الملعب تحدث ليست للمرة الأولى ولكن لعديد المرات، وبالتالي العرضية التي تأتي من رباس والاستقبال في المرمى، رباس إلى جمال، جمال عرضها إلى رباس إلى محمد، الله مدفع الملك، مدفع الملك، إنه محمد خليفة، هدف ثالث للشارجة، الله يا محمد، الله يا محمد، هدف بمثابة هدف العادة بهذه الطريقة. شوف الانطلاقة من أدريان، من أدريان ثم رباس، وبعد ذلك الكرة إلى جمال، جمال اللي صنع الهدف، الله على الصناعة، الله، من خارج المنطقة، من خارج المنطقة تأتي الطلقة وتأتي الكرة الأرضية، عولها في الجانب الأيمن، انطلاقة لأدريان، أدريان، الله فعلها البولندي، فعلها القائد، فعلها الرقم 10، وبأي طريقة يا أدريان، بأي طريقة يا فنان، أدريان سجل الرابع، سجل الرابع، الجمهور يقول له شوت، يقول له شوت، وهو شاط وسجل، شاط وسجل.